مشاهدي برنامج معطية حياكم الله. اليوم نلتقي في حلقة جديدة من البرنامج مع حالة نادرة في محافظة الحسكة، لها كان صدى كبير في السنوات الماضية، له العديد من الاختراعات، له العديد من الإبداعات على مستوى محافظة الحسكة وعلى مستوى سوريا رغم حالته الصحية. اليوم نسلط الضوء على المخترع والمبدع ورئيس جمعية المعاقين المخترعين السوريين في محافظة الحسكة الأستاذ عبد الله أحمد العقلة من سكان ريف محافظة الحسكة. خليكم معنا ونشوف الأستاذ عبد الله. تحياتي أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا، حياك، أهلا، حياكم الله جميعا. يعطيك العافية. حياك الله، تسلم. أول شيء أنا بالنسبة لي مبسوط إنه التقيك اليوم، وما شاء الله إن شاء الله الله يمدك بالصحة والعافية، وإن شاء الله تظلك على طول بهاي الاختراعات. طبعاً أنت من سنوات طويلة في محافظة الحسكة، والأغلبية في محافظة الحسكة سمع بالأستاذ عبد الله وباختراعاته. فاليوم نحن يعني فرصة إنه نلتقي بك اليوم بالمركز الثقافي بالحسكة مع هذا المعرض اللي أنت عم تقومه وجمعيتك عم تقومه بالنسبة للاختراعات، خصوصاً لإخواننا المعاقين والمخترعين السورية. حدثنا شوي عن بداياتك وعن حالك، وين ساكن، وبداية الاختراعات اللي انت قدمتها. عبد الله أحمد العقلة من سكان الحسكة قرية قانة، مواليد 1950، متعلم أحمل شهادة البكالوريا أدبي. اتجهت إلى الأعمال الصناعية الإبداعية والاختراعات منذ عام 1970، والحمد لله يعني توفقت بالعمل وحصلت على أكثر من شهادة براءة اختراع، ولا زلت أحاول أصمم اختراعات جديدة. وأشكر كل من يحاول إنه يعطيني كلمة طيبة من خلال الاختراعات هاي وانظر إليها بعين الاحترام والمودة. كذلك أتوجه بالشكر إلى مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي أقرت لي هذا المعرض وساعدتني أكثر من مساعدة قانونية في سبيل أنه برهن اختراعاتي وأخلي العالم ينظر إليها. كذلك أشكر الشكر لمدير عفواً وزارة التموين التي أعطتني براءة اختراع وأعطتني أوسمة ذهبية. أستاذ عبد الله، نحن اليوم نستغل، بدنا نبلش من أول اختراع أنت اخترعته. أتوقع هو كان مقبس القطن كما حدثنا. وين هو موجود؟ نشوفه مع بعضنا. طبعا هي اختراعات عديده للاستاذ عبد الله. اول اختراع كان بالنسبه للاستاذ عبد الله من البدايات، وكان عام حسب ما عرفت منك عام 1975. هذا تقريبا 1900 تقريبا، هذا بال 78 او بال 75. هذا عباره انه مجسم من خلال ملاحظتي للفلاح والمعاناه التي يواجهها الفلاح في كبس شل القطن. تعرف أن الفلاح يحفر جوره بالأرض وبده شخص يعاونه يعطيه قطن ويكبس بأجرينه. المكبس هذا هو يقوم بعملية كبس الشل على أحسن وجه، وذلك عن طريق الأذرع والتحكم، ويعمل على الكهرباء. إذا الهدف أنه أنت باعتبارك من بيئة ريفية فلاحين، حسيت بمعاناة الفلاح بموضوع كبس شل القطن، يعني بعد ما يقطفون القطن يتم تعبئته في شل كبير، والفلاح يبلش هو بقدميه يكبس هذا الموضوع. فأنت اخترعت هذا المكبس بشكل مجسم صغير. طيب تحول لشيء حدا ما حدا تبناه لحد الآن. بده إمكانيات عالية، بده مشغل كامل. تعرف المشغل يبدأ من التخطيط وحتى مثل ما تقول سيولة الدعم المادي، السيولة، يعني مثل لازم هذا ينجز بشكل حقيقي، ويمكن يعني باليوم لازم يكون 500 مكبس. هذا عليه شهادة اختراع شيء؟ براءة اختراع. نعم. الخابور. الخابور لأنه قريتنا وقع على الخابور قبل إقمار السد. هسه صرنا بقانة. نعم. إيه. هذا وقتني بالخابور صممته. الاختراع الثاني بعد إذنك سيد عبد الله، بعد المكبس. بعد المكبس السفينة ما تقرق، يعني وين ما قال سفينة ما تقرق. هاي السفينة عبارة عن إذا ركب بها واحد صياد ومهما واجه من أمواج البحر أو الرياح العاتية، وين ما قلبت السفينة هاي
الجوات ما يقلبون معها. يعني ايش استهواكته تعمل هذا الاختراع؟ حتى يعني لا بحر موجود عندنا ولا ايش الفكره اللي خطرت ببالك؟ مثلا اسمع انه السفينه الفلانيه قرقت رقم انها مثلا تقول باحدث التصنيع دب ببالي هالفكره هاي انه السفينه هاي وين ما قلبتها الرياح ما تقرق، جواتها ما يقلبون معها. اي سنه استاذ عبد الله هذا تم اختراعها؟ والله يمكن هاي بال ايش قد هناك مكتوب ما تشتغل. لا بدك هاي بدك تشيل هي ساعة اذا قلبت عجي هذيك يعني السطل هذا ما يقلب. ايوه تقريبا ايوه هسه شايف يعني جواتها يظلون على مستوى بشكل اذا قلبت على الجي هاي يعني كله هذا مجسم السفينة. أيوة مهما قلبت السفينة يظل طايفة. أيوة جواتها بس ما يقلبون معها يعني يتحركون عكس السفينة. هاي كمان أخذت عليها شيء براءة اختراع؟ عليها قدمت أوراق ولكن ما لاحقت الأوراق بسبب ظروف مادية وتعرف صحية وكذا. الاختراع الثاني إيش هو بعد الاختراع السفينة؟ الكرة هاي. هاي الكرة موجودة هين؟ نعم. الكرة هاي تفيد شغلتين مثلاً صالة لعب الرياضية على الريف الحفل عوض ما يدرج الكرة بإجره ويلاحقها بالملعب هاي عن طريق التحكم هي تدحرج وهو قاعد على الكرسي بيده جهاز تحكم إذا ما صممناها بشكل حقيقي. اي وين ما قلبت تمشي. بعدين نستفيد منها بشغله مثل كشف بالارض مش كشف متفجرات او شغلات على القاع متفجرات هاي خليها تدحرج بالارض هاي خليها هي تخرب ولا ينقتل شخص. شوف كمان هذا كانه مدفع. هذا اختراع بس هذا عباره بالذات البذور الناعمه السمسم والشغلات الناعمه يدويه هاي ما بي منها نحط البذر بهالعلب هاي وندفشها هي تقوم بذر الحبة ودفنها بينما الناس العاديين يعني بيدوا يبذر الحبة الناعمة خاصة السمسم البصل الكذا مشان عملية تبذير السمسم. أيوة مشان عملية تبذير السمسم. نعم هذا الساتلايت هذا خاص بالمركبات إذا نحطه على المركبة يعني يلاحق القمر هو يلاحق القمر وين ما اتجهت السيارة هو يفتن ذاتياً عن طريق البوصلة هذا مو عن طريق الإشارة. الهدف من أستاذ عبد الله هذا إيش الهدف؟ الهدف إنه يعني كان ما بكانت الأجهزة الحديثة هاي إنه الساتلايت التلفزيون بدك توجه دائماً الصحن على القمر هذا هو يلحق القمر لحاله. مهما اتجهت السيارة وين ما اتجهت يلحق القمر. نعم هذا مفتاح هذا بي قطاس على المي الهواء تبع المي الآبار. يعني أصحاب الآبار يعانون من مشاكل كثيرة بعملية سحب المي من البير. إحنا اخترعنا قطاس يعمل على الهواء شلون نعطي ضغط هواء مو على جسم البير مثل البيار الحقول نعطي ضغط هواء على الجسم الاختراع الثاني على الآلة اللي اخترعتها نعطي ضغط هواء ويعطينا مي. هذا عبارة تحكم بدارة الهواء. شو الاختراع الثاني ايضا عندنا؟ شوف انه في يعني مجسمات لدبابات طيارات هاي كلها مجسمات شيء مختلف تعبر عن فرحه الكادحين بثوره هاي اذار وعيد الشهداء وتعرف في حركات تعبيريه هاي كلها تمشي مثل عادية مجسمات. عم نشوف ايضا في مجسم حصادة قطار أيضا قطار يعني تأثير البيئة واضح أستاذ عبد الله عليك إنه سكة نتيجة الزمان صار بها وسخ وصار بها أقبار ما عاد يمشي القطار حاليا وقف كان بس نقذ السكة بالكهرباء هو يدور على السكة. إيه هذا الحصاية تمشي هاي شغالة مثل حصادة بس إنها صغيرة يعني ولا نفس حركات الحصادة بيها موجود بيها كل شيء هزاز قصاص حلزون مروحة. في شيء
اختراع مهم آخر ما شفناه نحن. في شيء اختراع ثاني، هذا الأستاذ عندنا هنا هاي الـ هاي إشي يا هاي الأستاذ عبد الله. هذا القطاس، لأنه هذا اختراع، لأنه أثبتنا اللجنة العلمية شلون لما يدخل بالآلة الآن صممتها وشلون يخرج. يعني أثبتت اللجنة العلمية، طبعا اللجنة العلمية دكاترة قرروا وعطوني براءة اختراع موجودة حاليا هناك والأوسمة. هاي عبارة ساعة على المي إلى خزانات، نعبي الخزان الأعلى هذا بالمي، عندنا تعطي نقطة نقطة، به هناك فواشات مرتبطة بها عقارب، كل ما ارتفع المي كل ما العقرب أيضا. هذا التخت تبع الأطفال، سرير مزود بدارة إلكترونية، بس يبكي الطفل هو يهز، المدة بسيطة ويتوقف. أما إذا استمر الطفل بالبكي هو بده يظل يتحرك حتى يسكت الطفل. على سكوت الطفل أيوة. خلينا نشوف ننتقل هنا، هاي الشهادات اللي موجودة أستاذ عبد الله، هاي الشهادات. هلا هذا أيضا هذا مجسم ولا اختراع؟ هذا لا بيختراع، هاي المسكب، هاي تصنع المساكب. يعني شلون المسكب، شو إحنا نقول له لوح، اللوح هذا وقت يصنع الفلاح تبقى بأسلام، أسلام هالأسلام هاي يجي بالكريك يسكرها. لا هاي المشلة هاي وقت يسحبها الجرار تطلع المسكب خالص، ما في داعي إنه يروح إلى الفلاح بالكريك يسكر هالفتحات هاي. بس نسلط شوي الموضوع على الشهادات. مثلا هاي عندنا شهادة تقدير من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وزارة الإعلام، المهندس معن حيدر. هاي الإذاعة، هاي شهادة تقدير مقدمي لك اياها الجاي. ايضا عندنا هنا شو هذا، معرض الباسل. معرض الباسل، هاي الوسام الذهبي. طبعا انا اخذته بوحده من الاختراعات، بس ما اعرف اذكر اي هو كثر الاختراعات. هذا اول اختراع، اول وسام اخذه انا، الاختراع الفضي بال95. هذا بعده، هذا بعده جت منظمة المايبو خاصه بالاختراعات، هناك اعطتني الشهاده. هاي المنظمه سادة، المنظمه هاي خاصه بالاختراعات، يعني منظمة الواي والعالمية من سويسرا، أعطوني الوسام هذا والشهادة. هذا طبعا بالقطاس تبع المياه. هذا كمان وسام، هذا يمكن أعطوني إياه بس عام 1998. هذا يمكن إياه بالسرير أو بال، ما أتذكر إنه. أيوة. برنامج ابن البلد، نهدي المخترع عبد الله العقلة درع ابن البلد تقدير لإعطائه. أيضا هنا شايفين إنه هي نفسها هاي المنظمة السويسرية، أيضا معطينك إياها بعام 2000. عندنا هنا هاي براءة اختراع بالقطاس وبالشيل القطن. نعم. رسالتك يا أستاذ عبد الله اليوم، أنت يعني أسست هاي الجمعية، جمعية لترعى شؤون إخواننا المعاقين أيضا والمخترعين بنفس الوقت. هدفك من هاي الجمعية ورؤيتك ووضع أيضا المعاقين في المحافظة وكيفية دعم المعاقين؟ والله أتوجه إلى كافة الناس اللي يحاولون أنه يساعدون المعاق، أنه دائما ينظرون نظرة ودية، نظرة عطف، نظرة محبة للمعاق، لأن المعاق بأكثر من حاجة. لذلك أنا عفوا أعوذ بالله من كلمة، أنا وقت أسست جمعية المعوقين المخترعين السوريين، أسستها لدعم المعاقين. طبعا الإعاقات مختلفة، بعينية، بسمعية، ببصرية، بجسدية، يعني بعقلية، يعني أكثر ما هم بحاجة إلى مساعدة هم الإعاقات العقلية. أتمنى أنه جمعيتنا تلفت انتباه الناس الخيرين وأنهم يدعمون جمعيتنا في سبيل تنعكس عطاءاتها وتنعكس فائدتها على الناس اللي هم بحاجة. نعم. طبعا أستاذ عبد الله، نحن في ختام حلقتنا اليوم نشكر الأستاذ عبد الله أحمد العقلة على هذا اللقاء وتحت الفرصة، ونحن أيضا نضم صوتنا للصوت الأستاذ عبد الله بأن يتم تقديم الرعاية والدعم الكامل لجميع المعاقين والمخترعين وخصوصا في محافظة الحسكة، وإن شاء الله تبقى بخير وسلام أستاذ عبد الله، ونشوفك دائما لك. شكرا لكم، وأتمنى أنه كل مرة تزورونا وبالعكس يرتفع رأسنا بكم، وأهلا وسهلا بكم، حياك الله.
طبعا مشاهدينا في ختام حلقتنا اليوم نشكر الاستاذ عبد الله ونشكر ايضا المركز الثقافي مديريه الثقافه لانه اتاحوا لنا الفرصه للقاء الاستاذ عبد الله. في ختام حلقتنا لا تنسوا الاشتراك في القناه وايضا التعليقات على المنشورات ومشاركه الفيديوهات، ونلتقي في حلقه قادمه. حياكم الله جميعا.